أحب أن أشير إلى مسألة تمر بنا في هذه الأيام، وهي اعتقاد كثير من الناس أن حادثة الإسراء والمعراج هي في ليلة 27 من هذا الشهر، من شهر رجب، وهو يوافق بعد ليالي قريبة. والحقيقة يا الإخوة أنه لم يثبت بدليل صحيح أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة 27 من شهر رجب، وإنما هو هذا أمر شاع عند الناس وانتشر فاعتمدوه بلا دليل صحيح. بل إن كثيرا من أهل العلم بالأخبار والسير يقولون إن ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول، وعلى هذا درج بعض أهل العلم بالأخبار والسير، وإن كان أكثر المحققين يرون أنه ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه في تحديد موعد ليلة الإسراء والمعراج. فلذلك نقول إن تحديد هذه الحادثة، تحديد ليلة هذه الحادثة بالسابع والعشرين من شهر رجب ليس عليه دليل صحيح يعتمد عليه. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا للأثر، أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هناك خير في معرفة ليلة الإسراء والمعراج بالتحديد لما ترك ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكانوا أحرص الناس على نقل هذا الأمر. ولذلك ليس هناك يعني فائدة تذكر في هذا الأمر، وحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل الحادثة وتفصيلاتها كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن والمسانيد من هذه الحادثة العظيمة الكبيرة التي هي من أعظم الحوادث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اختلف العلماء ما هو الأفضل، هل هو ليلة القدر أو ليلة الإسراء والمعراج، وذكروا في ذلك عدة أقوال، ولكن الصواب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية أن ليلة الإسراء والمعراج أفضل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ليلة القدر فهي أفضل في حق أمته عليه الصلاة والسلام. وقد حصلت هذه الحادثة العظيمة، ليلة حادثة الإسراء والمعراج، بعد أن مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحداث محزنة مؤلمة، من أهمها موت زوجته العظيمة المباركة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم موت عمه أبي طالب. وقد اختلف أهل السير من سبق، هل أبو طالب أو خديجة. على كل كان وفاة خديجة وأبي طالب كانت على إثر بعض. ثم ما حصل له صلى الله عليه وآله وسلم من حادثة الطائف، حينما ذهب إلى الطائف لكي يدعو الناس ولعله يجد أرضا خصبة غير أرض مكة لدعوة الناس وقبول دعوته، وتعلمون ما حصل له في الطائف عليه الصلاة والسلام من استهزاء وتكذيب، ورموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا عقبيه، إلى آخر ما حصل له، حتى إنه من شدة الهم والحزن الذي كان عليه الصلاة والسلام فيه خرج من الطائف وهو لم يستفق إلا بقرن الثعالب كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد كل هذه الحوادث، ثم ما حصل من تكذيب قريش له بعد أن دخل إلى مكة لما جاء من الطائف، وما كان من شدة عداوتهم له عليه الصلاة والسلام، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكرامة الربانية الإلهية التي ما حصلت لأي بشر أبدا، فكان أن اصطفاه سبحانه وتعالى في تلك الليلة المباركة وأسرى به إلى أرض القدس، إلى بيت المقدس، ودخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صرير الأقلام، صريف أقلام الكتبة، وحتى دنا
وأدناه ربه سبحانه وتعالى وكلمه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات كما تعلمون في أحداث هذه القصة. أحداثها كثيرة وتفاصيلها كثيرة ودلالاتها وفوائدها وحكمها كثيرة جدا. يكفي أنها ليلة التكريم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وليلة التعظيم، فقد شهد عظمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل الأرض وأهل السماء وكل الأنبياء وكل الملائكة، ووصل إلى مستوى لم يصل إليه أي أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا هو عليه الصلاة والسلام. فكانت ليلة تكريم وتعظيم وتبجيل لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومسحت عنه عليه الصلاة والسلام كل أحداث الحزن والألم والضنك والعذاب وما حصل له من شدة وقسوة عليه الصلاة والسلام. فكان هذا التكريم من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ليس هو ذكر تفاصيل الحادثة، وإن كانت يعني الحادثة حقيقة جديرة بذكر تفاصيلها ودلالاتها العميقة وآثارها وفوائدها، إلا أن المقصود هو التنبيه على أنه ليست ليلة الإسراء، ليلة 27 من شهر رجب، ليست هي الليلة التي يظنها الناس أنها ليلة الإسراء. ويفعل بعض الناس في هذه الليلة من بعض الأمور التي لم ترد ولم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم من احتفالات وجلسات وسمر وغير ذلك، فكل ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم ولا عن التابعين وتابعيهم الذين هم خير القرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فما كان في هذه القرون الثلاثة المفضلة الخيرية فهو الحق وهو السنة، وما لم يحصل ويكن في تلك القرون الثلاثة المفضلة فليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من هدي صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك جرى التنبيه على هذا الأمر لأن هذه الليلة قريبة كما تعلمون.